اي والله ذكريات 360 وتحديدا مسجد 360. شو القصه؟ وقت واحده من الحملات، تذكرون حمله ال 1000 بير؟ الحمله تبارك الرحمن ازدحام شديد من الناس حوالينا. الحمله بدت وامورها تمام، اذكر جمعنا يمكن حول 2 مليون، بعدين فجاه السيرفر عندنا من كثر لود الناس زائد الربط مع الكينت، المهم انه صار في لود لود لود، صار الموقع ما يبطل. من المسؤول عن هذا الموضوع؟ ماجد سلطان الزعابي مع فريقه مهندسين هم اللي يتابعون السيرفرات وكذي. ماجد وينه؟ ماجد وينه؟ وانت تحتاج انك الان تجتمع مع طاقم الحمله تشوف شنو بنسوي، شنو ما نسوي، المشكله من وين، المشكله من الموقع ولا من وين. لكن تبارك الرحمن ناس واجد، واللي يسلم واللي بيصور واللي ما ادري شنو. انا بالي مع الحمله الحين ما ابي سلامات، يعني كنا مرتبكين حيل. اذكر كان يجي واحد ما ادري منه ويصب باذني كلمه، قال الاجتماع بالمسجد، الاجتماع بالمسجد، وانسحب انا وانزل المسجد مال 360. طبعا هذا بعد اكثر من نص ساعه. ماجد وينه؟ ماجد وين؟ يعني صدق نص ساعه فاقدين ماجد، ترى نص ساعه في ذاك الوقت كانت مده طويله. المهم وانزل المسجد ولا ماجد، الله يذكره بالخير، الله يذكره بالخير، وضعه الصحي بعد منهار، وقاعد يصلي ومرتبك ويدعي الله ان ما ادري. قعدت وياه ماجد فيك قاعد، طبعا ماجد قاعد يتواصل مع المهندسين ومرتبك حيل. وسبحان الله اجتمعنا وقتها قررنا قرار ان نعطي مده نعطي السيرفرات ساعه ساعتين، اذا ما صار يعني اذا ما مشت الامور تمام راح نتخذ قرار ونوقف الحمله. كان يوم جمعه نوقف الحمله ونأجل الحملة أو نأجل بقية الحملة إلى يوم الاثنين، كان يوم الجمعة. فإنك أنت الكويت كلها ناطرتك وداشين يعني داشين بوسط الحملة، وبعدين يصير مشكلة بالموقع والموقع ما يفتح، بعدين تطفي الحملة وتعلن يا جماعة وقفنا الحملة موعدنا الاثنين، نسبة كبيرة أن الحملة ما راح تنجح، لأن يوم الاثنين غير هذا كله أنت عندك مصيبة ومشكلة مع المشكلة. وفعلا هذا اللي صار، اللي صار ان ناس قاعده تتالف. واذكر ما انسى في واحد اسمه زجران، حساب اسمه زجران، الله يسامحه الله يسامحه الله يسامحه الله يسامحه، يعني هذا زجران كان بتويتر ما ادري عاد هو اي زجران ما ادري، بس والله العظيم ما انسى يعني نزل تغريده سبب لي مشكله في حياتي كلها. الناس اللي تشكك في كل مكان، شنو كاتب؟ حتى فنان بتأليف الإشاعة كتب يقولون انهم وقفوهم بسبب السيرفرات، لكن بالواقع الحكومة وقفتهم بسبب شلون تأليفه كذي، بسبب عدم تسليم كشوفات المتبرعين والأرقام للحكومة، فإنهم شنو الكذب هذا يبا؟ والله العظيم اللود بالموقع، الناس ما صدقت خبر. اذكر التغريده ما صوروها وانشروها. من وقتها هذه وانا غاسل ايدي من اي حساب وهمي يعطي اخبار، يعني اي واحد اي حساب تشوفونه وهمي ينشر اخبار انا اغسل ايدي منه صراحه. ليش؟ لان في ناس فكرته انه يثير الجدل فيالف تاليف، واصلا فنهم وين فنهم في مثل هذه الاحوال، لما يعني يصير شيء ويتوقف فيجي يالف له فكره، او بيصير قانون وما يصير القانون، يمكن ما صار قانون عشان يمين بس هو لا يقول ترى يسار نظريه المؤامره. المهم هذه صارت معي انا شخصيا، فانا ادري ان المشكله، واثبت بعدين ان المشكله فعلا من السيرفرات، لكن الاشاعه انتشرت بالكويت كلها ان هذولي ومحمد حصنان وفريقه وكل هذولي كذابي، وفعلا انه وقفت الحمله عشان كانت ولا عشان السيرفرات، وقفت الحمله عشان كشوفات وتسليم الاسماء ولا تأليف. والله يعني بدور صراحه التغريده يمكن القاها وانشر لكم اياها، قديمه حيل، لان فنان بكتابه الاشاعه، يعني الاشاعه صدق مرسومه رسم. قلبت الدنيا بعد الاشاعه هذه. المشكله بالاشاعه مهما ترد انت، الناس صوروا التغريده وانتشرت بالواتسابات، البيوت بدات تتداول، الامهات يتداولون، دواوين يتداولون، انت لو تصرخ تقول والله العظيم مو صدق ما حد راح يسمعك، ناس مع الاشاعه، هذا طبيعه مجتمعنا احنا بالكويت. هذا الكلام يوم الجمعه. واكل اشاعات واكل هوى واكل كلام الناس يوم الجمعه بالليل، يوم السبت بالليل،
او انا اقول لكم بعد بصراحه ليش انا اخترت يوم الاثنين انها ترجع الحمله. قلنا اليوم جمعه باكر السبت الاحد يمدي الفريق يومين، ما بيعطيهم يوم، ما بيقولهم نرجع باكر، يمدي الفريق يومين انهم يعيدون حسابات السيرفرات والموقع والربط مع الكينت والامور كلها تمام. ليش اجل ليوم السبت او يوم الاحد؟ خلها يوم الاثنين عشان يصير في مجال. فعلا قلت لكم طربقه واشاعات ونصابين وما ادري شنو، هذا يوم الجمعه بالليل، يوم السبت بالليل وصلت لمرحله وقناعه ان انتهت الحمله خلاص. يعني صراحه اللي تعبنا وكنا مسافرين ومصورين للناس وكنا مجهزين كشوفات 1000 بير، ودنا نحفر 1000 بير، وكانت تكلفه ال1000 بير ما اتذكر 3 مليون، احنا جمعنا منهم مليونين الا، فقلت يمكن انتهى الموضوع لانه خلاص الله يسامحه نشر اشاعه الكويت كلها يعني بين مصدق وبين مشكك، وفي ناس ما سمعت صوتك وانت وتقول يا جماعه مو صدق. والجهد اللي اجتهدنا فيه تقريبا من شهر ان احنا نحشد حق يوم الجمعه اللي هو يوم الحمله خلاص انتهى. وين تبي تجمع الناس كلهم يوم الاثنين مره ثانيه؟ شيء مستحيل. وغير هذا كله الناس كلها تشوفك الحين انت جذاب. يوم الجمعه بالليل، يوم السبت بالليل، يوم الاحد الصبح، سبحان الله ربك اذا يبعث لك ناس تدافع عنك ما انساه. واحد الله يذكره بالخير صحفي، اذكر كان صحفي بالراي، الساعة 9 الصبح يوم الاحد بلش الدوام الرسمي بالكويت، مصور سيلفي مع وكيلة وزارة الشؤون ذاك الوقت، وكاتب اذكر تغريدة، اول سيلفي مع الوكيلة وكاتب تغريدة محمد الحصينان براءة، ووزارة الشؤون تقول كذب، ما في لا تلعب بالكشوفات ولا شيء، والحملة مستمرة يوم الاثنين، وبالعكس العون المباشر، جمعية العون المباشر من افضل الحملات ومستمرين، والاشاعة كذب. سبحان الله سبحان الله، ربك اذا اراد شيء والله ما يرد لا اشاعات ولا شيء، واذا خلصت النيه مع الله الله يبعث لك من يدافع عنك وينصرك. اللي صار باختصار ان احنا كنا حاشدين ليوم الجمعه، فمرتبين الامور وكل الترتيبات، تفركشت يوم الجمعه. صعب، انا كان باعتقادي في ذاك الوقت صعب جدا انك ترجع صفوف ترتيباتك والاعلاميه والترتيبات كلها مستحيله. اللي صار انه بعد نفي الاشاعه تبارك الرحمن الكويت كلها اللي كان يشكك واللي مو مشكك واللي نص نص صار كله يدافع عنك، وصار الكل يناطر الحمله يوم الاثنين اكثر من اللي ناطرينها يوم الجمعه. تبارك الرحمن، حتى يعني وقفت الحكومه معانا ووزاره الشؤون يعني وقفه طيبه جدا، حتى الوكيله هذه الله يجزاها خير يوم الاثنين كانت اول الحاضرين، ما حد دعاها ولا شيء من جهد من نفسها ولا يعني هي همتها، وتدري ان الجمعيه نظيفه والشغل صح، ليش يصير عليهم اشاعه؟ فحضرت من اول حاضرين الحمله تبارك الرحمن، كان هدفها لحفر 1000 بير قريب 3 مليون دينار كويتي، الله بارك ووفق وتم جمع ما يكفي لحفر 1500 بير ويمكن قريب 5 مليون ونص. فتبارك الرحمن من الاشاعه ربي يعني عاد الصفوف وترتبت الحملة، وكانت من أجمل الحملات حتى أنها فوق توقعات، وبفضل رب العالمين تم حفر 1521 بير. والأجمل إن الله يجزاهم خير العون المباشر، ترى هذا أمر مسهل. أذكر العون المباشر وكان في موظفتين أو متطوعتين ثنتين كانوا يجتهدون أنهم يتواصلون مع الميدان هناك مع أكثر من 24 دولة، أنهم يجيبون كل بير ينحفر صورة لوكيشنة فيديوهات عن افتتاحه، ويتم عمل حساب في الانستغرام اسم الحساب 1000 بير. الحين اي واحد فيكم يدش الانستغرام يكتب البحث 1000 بير يشوف اكاونت، مو تقرير، لا لا لا، اكاونت مو بوست، اكاونت حساب فيه 1521 بير وتشوفه بالضبط. اوريك تكتب 1000 بير في حساب بالانستغرام، اكاونت بالانستغرام ناشر صورة 1521 بير، وكل بير تدخل عليه تشوف وين لوكيشنه وتشوف لحظة افتتاحه. ال 1500 بير كلهم بصورهم بلوكيشنهم بمواقعهم ومرقمين موجودين. هذا يعني اكبر رد على كل من شكك في جمعيه العون المباشر، اكاونت بحساب الانستغرام فيه 1500 بير. وانا ادري ترى مو كل الناس يعني دشوا وشافوا الفيديوهات، لكن احنا نفسيا حرصنا ان نصور ال 1500 بير، شوف حتى لوكيشن البير وين موجود في اي قريه
مثلا هذا في زنجبار ورقمه 691 ورقمه بالاكاونت 1461 1521 بير تم حفرهم وتم يعني وجودهم في هذه الحمله، غير ان اصلا مصورين فيديوهات وزيارتنا للابار، هذا واحد من الابار وهذا بير ثاني. واعطيهم الرحمه والاجمل من الاكاونت في الانستغرام والاجمل بكثير لما رحنا بنفسنا الى بعض القرى وافتتحنا بعض الابار وشفنا رده فعل الناس اللي يدعي لكم اللي تبرعوا ويدري هو يقول والله ما شفناهم ولا شفنا شيء بس ندري انهم سببوا وجود هذا البير اللي بالنسبه لك انت يمكن احنا صراحه مفهومنا بفضل رب العالمين نعمه وفضل الحنفيات موجود داخل بيوتنا، بس بالنسبه لهم شيء كبير وجود لهال 1500 بير. وابيك تتخيل بعض الابار بير واحد يمكن يخدم 10000 انسان لانه بوسط تجمع قروي، فلك ان تتخيل كميه الناس اعزكم الله حتى كميه البهائم اللي شربت من هذا الماي، والله سبحانه وتعالى ما راح ينسى اجر كل من كان سبب في هذه الحمله وكل من شارك او حتى دعم في لما طاحت الحمله دعم بان نشر وساندنا وصار يوم الاثنين وصارت الحمله. واسال الله سبحانه وتعالى يثبت يثبت حسناتكم في موازينكم باذن الله. مشروعات مياه الشرب التي تنفذها جمعية العون المباشرة الكويتية ضمن مشروعها لحفر 1000 بئر ارتوازي وسطحي، وعبر المستفيدون من المشروع عن رضائهم وسعادتهم بقيام هذه المشروعات التي تلبي حاجة المواطنين. والله يقول ده مال بركة النجاح يا الله يا رب قتيم أنت هارقوا أشيل نزار نزار قارب وداي نجاني ما قوى دبان كاربين ولا ما قوى رغبون لتلاه هنا لا أقول السلام عليكم كابين مكافأة وناس يفرحون وهذا يقول على الإسلام الحمد لله أجل الإسلام بمجيئكم، لماذا الناس عندك واحد من أوروبا النصرانيين يأتون فلذا بأجلهم وناس يتنصرون وبمجيئكم إذن إن شاء الله سيعز الإسلام التي سخرها الله لكم من آلاف الكيلومترات أن نحافظ على هذا البئر، أن نحافظ عليه بنظافته، أن نحافظ عليه بكمية الماء التي تخرج، أن نحافظ عليه. دقائق تحنا البيت طاطع ما شاء الله تبارك الرحمن الله يكتب لكم أجر كل كبد رطبة تشرب من البيت. طلبوا من الناس الآخر الله يجيب نزيد لهم عن آخرين محتاجين الله يديم نين نزالنا الله يقول الجيس يخطي بميزان الناس الجابون لنا ولا شافونا ولا بكونا، لكن رسولنا المؤيد إن شاء الله شربنا ونوضوا منا ونصلوا منا الله يحطنا في ميزان إن شاء الله. الله يقطعنا من الأطعش. والاجمل بعد اللي صار خلف الكواليس صراحه يعني العون المباشر الله يجزاهم خير ويقويهم، كان الهدف حتى ان 1000 بير قدروا من خلال سبحان الله توفيق من ربي ان من خلال توفير المبالغ بدال 1500 بير 1500 وزاد معنا 21 بير اضافي، هذا يعلم الله انه توفيق رب العالمين. ذكريات جميله من مسجد 360 مسجد يوم ماجد هو الوحيد اللي عرف هذيك المشاعر.